إن شاء الله درس اليوم راح يكون عن كيفية رسم الباترون الخاص بهذا النوع من الصدرية اللي راح تصير على هذا الشكل. دائما باستخدام الباترون المجسم راح أقوم بإعادة رسم نفس الشكل. بداية الرقبة إلى مستوى الصدر راح أقوم برسم خط مستقيم بهذا الشكل وإزالة هذا الجزء. بالنسبة لبانسات الظهر راح أقوم بتصريفها بهذا الشكل. بالنسبة لبانسات الصدر راح أقوم بتصريفها إلى مستوى الخصر بهذا الشكل. هذه المسافة راح أقوم كذلك بتحديد نفس القيمة على مستوى الكتف في الأمام ورسم خط مستقيم موازي للكتف بهذا الشكل. للتأكد من مكان هذا الجزء الذي قمت بحذفه راح أقوم بتعيين نفس هذه الخطوط، أي هنا مكان القطعة في السابق، نفس القطعة راح أقوم كذلك بتحديدها في الخلف. مع تحديد مكان حذف الجزء بهذه الطريقة، راح أقوم بحذف بانسة الخصر الخاصة بالخلف وقص الباترون بهذا الشكل، ثم إعادة هذا الجزء بهذا الشكل. على مستوى الصدر راح أقوم بتحديد سنتيم ونصف ورسم دائرة، سبق لي وشرحت هذه المراحل في درس خاص بالصدرية. راح أقوم بتحديد منتصف الكتف وتصريف بانسة الخصر بهذا الشكل إلى مستوى الكتف. راح أقوم بتحديد 4 سنتيم بهذا الشكل، ثم رسم خط مستقيم إلى منتصف الجانب بهذا الشكل. هنا الأمام 1، الأمام 2، وهذا الجزء الأمام 3. راح أقوم بقص الباترون بهذا الشكل، ثم للحصول على طيات أو كشكشة راح أقوم بتجزئة هذا الباترون إلى 4 أجزاء بهذه الطريقة. على ورق جديد راح أقوم بطي الباترون على 2 للحصول على الأمام كامل،
ثم وضع هذه القطع بهذا الشكل مع ترك مسافة أو فراغ متساوي. يمكن أن يكون حق الطية أو الكشكشة ابتداء من سنتيم واحد إلى 2 سنتيم. قم بتثبيت هذه القطعة الأولى ثم القطعة الأخيرة ثم توزيع المسافات. راح أقوم برسم خط مستقيم بهذا الشكل لأحدد مكان بداية هذه الأجزاء بهذا الشكل. راح أقوم بتحديد خط الكتف الجديد بهذا الشكل. الجزء السفلي كذلك راح أقوم بتثبيته حتى أتمكن من الحصول على الأمام من قطعتين، ثم راح أقوم برسم الشكل النهائي. الآن راح أقوم بتحديد مكان الطيات أو الكشكشة بهذا الشكل. هذا الجزء الخاص في الخلف والأمام على مستوى الكتف راح أقوم بتثبيت القطع وعمل قطعة واحدة مع بعض بهذا الشكل. بالنسبة للخلف راح أقوم بتحديد نفس الطول من الجانب ثم نفس القيمة في منتصف الظهر أو رسم زاوية قائمة بهذا الشكل. راح أقوم بتلصيق القطعتين مع بعض حتى تصير قطعة واحدة بهذا الشكل. بالنسبة للخلف راح أقوم بتقسيم الباترون إلى جزئين حتى أتمكن من الحصول على كشكشة. راح أقوم بإعادة تفصيل الخلف. ثم راح أقوم بتركيب القطعة الثانية للخلف مع ترك مسافة 4 سنتيمات للحصول على كشكشة.
عند الخياطة يمكن تركيب هذه القطع مع بعض الأمام والخلف بهذا الشكل. على هذا المستوى يمكن عمل كشكشة أو طيات حسب الموديل. ثم تركيب هذا الجزء العلوي بهذا الشكل، وكذلك عمل كشكشة أو طيات في الجزء السفلي بهذا الشكل. ثم تركيب هذه القطعة بهذا الشكل وعمل كشكشة بهذه الطريقة. بالنسبة للخلف راح أقوم كذلك بتحديد الكشكشة بهذه الطريقة. كذلك على مستوى الكتف راح أقوم بعمل كشكشة أو طيات. وهكذا يصير الشكل النهائي لهذا الباترون.